الزول انا كاسي دوما من سكان الزراوة، وهذه القرية الزراوة القديمة المهجور الأمازيغية. الزول أنسو في سيوم قازرو، السلام عليكم، مرحبا بكم في الزراوة. نحن حاليا في دار جدي، يعني دار خوالي، باش نحكي لكم على تاريخ الزراوة ونشوف كيفاش كنا عايشين وكيفاش تبنات البلاد هذية وكيفاش تجبرنا باش نهبطوا للبلاد الأخرى. حاليا نحن في دار جدي هذية، واللي قبل معناتها الأمازيغ يبنيو بالجبس والحجر، يعني ماهوش كتو الحديث سيمان وبالخشب، فهمت. وسكان آزر وكلهم ناطقين باللغة الأمازيغية، ما ثماش عندنا قرى بجنبنا كيف كيف ناطقين كيفنا نحنا. ونحنا هنا جماعة الزراو الكل ما يقارب 400 دار هنا في البلاد هذه. وكما الدار توا دار جدي هذه كانوا يعيشوا فيها 3 عيال خوالي كلهم يعيشوا هنا، معناتها في البنية هذي النمط هذي الأقواس اللي تشوف فيها معناتها هذي الكل راهو ما بينيها معناتها جدودي وأهلي. وبدينا معناتها كيفاش بدات هي الحكاية في التحويل متاع البلاد الجديدة هذي، راهو معناتها إيعاز من عند مجموعة 4 أو 5 أشخاص معناتها نقولوا الله يسامحهم، كيفاش تسببوا في الهبطان اللي خلوه القرية هذي اللي هي آزر تو نحنا في وسطها موجودين. عملوا البلاد هذه في معناتها حديثه، بني سيمان وحجر صحيح كيما هنا، انما مش كيما النمط هذا. تسببنا معناتها باش خليناها البلاد هذه وهبطنا، وكل معناتها دار قاعد كل دار فما شكون مقيد وفما شكون مش مقيد، واللي تقيدوا هبطوا والاخرين ما عندهمش ديار قعدوا هنا. 81 عائله قعدت هنا، اخر من هبطت من هنا في الزراوه هي في 87. وقتاش هبطوا؟ كي هبطوا اذا كلام الكار ما عادش تطلع لهنا، المكتب تنحى، نبهوا على اللي يجيب في الخضر لهنا ما عادش تجيب، والكار ما عادش تطلع، ولوا التجوا معناتها هبطوا للزراوه الجديده هذه. ومني واحد من الناس انا معناتها كان عندي القدره ما نهبطش، لاني انا عايش مولود هنا في القريه هذه وعندي حنين ليها خاص، ما ماذا بيا راني ما هبطتش معناتها من البلاد هذه. وكل عائله كيما قلت لكم معناتها اخر هبطان هو في 87 هبطوا للزراوه الجديده هذه ما القصر تسموه قصر. تنحى المكتب ما عادش ولادك يقروا، وين باش تقروا؟ باش تهزوا ملتا مزر توجوا تقراوا؟ موش معقول، كان متعب تولي برشا تعب. أو باش نحكي لكم حكاية وقعت عام 69 أنا صغير. الحيط هذايا تفرجوا جابوا جماعة شابين هنا قالوا اليوم ما فهمتش ولا لا الكهرباء هذه باش توري الحيط يتكلم.
كيفاش الحيت يتكلم؟ انا صغير عمري لاول مره مع 69 ما نعرفش اللي هي سينما ولا. جابوا كرهبه اللي واقفه غادي فولكس فاجن هي جري لونها، جابوا ملحفة حطوها في الحيط، تراش خرجوا من الباب نتاعها يتحل من جنب هكا، خرجوا ضو كي البروجيكتور هكا قعدك بيه فهمتني، ولا العباد ولا الطفل حي تتكلم صحيح كيما قالوا. ونحكي مع زملائي صغار وقتها ارقى ارقى معناتها شوف شوف الحيط يذك الحيط يتكلم. هذه عام 69 ونثبت عليها زاد بالضبط فريد لطرش، وصحيح متاكد فريد لطرش معاه جدي، جدي في الملح فهذية ونتفرج فيها. والبطحة اللي هنا بالضبط يقول لي قدامي أنا ونفاس، ثم معناتها نساء قاعدين، وثم غاديك الشيابين الكبار اللي بحذا الشيرت هذيك العطار كان قبل العطار قاعدين بحذاه يتفرجوا من الكرهبة هذية عام 69. ونخرجوا للشير هذية وقت القهوة هذية تخدم، هذه القهوة هذية بالضبط تخدم الله يرحمها من مولاها يقول عم بعلوش، ناس يسربوا في القهاوي والشيابين فهمتني ولا لا، والناس كلها تتفرج في الفيلم هذا واللي وقت انا عمري معناتها صغير ما نعرفش شنو هو اللي في الافلام هذه. اذا معناتها حتى كي مشيت لتونس صغير وشفت نقول لهم اللي تفرجت عليها في الزراعه، فما ناس صدقتني وفما ناس ما صدقتنيش، قلت لهم تفرجت في الحيط والحيط ولا يتكلم ما نعرفوش عاد احنا صغير نقرا. وهذا البرج هذا كيما قلت لكم هذا البرج هذا فما ناس يقعدوا فيه في حال سيدي رمضان ونسهروا لهنا. وهذه هي بطحة، هذه بطحة نعملوا فيها العروسات، مش كان كما حكيت لكم على السينما، هذه نعملوا فيها العروسات وكل شيء. وأنا أول ما تعلمت في حياتي الميازة بالسلاح، نحن نلعبوا بالسلاح لهنا في البطحة هذا صغير بكل ممكن عندي 8 سنين 9 سنين هنا من الصغر نتعلم عند جدودي والفاميليا متاعي، مش كان كل الحاجات اللي موجود لهنا نجيبوا لهنا نعملوا كيما قلت لك السينما، وكيما قلت لك معناتها هذوما الكل يوروهم لهنا في البلاصه هذه فهمتي. بالله في ثمازغ فنان تازيري ويذس إثران، إيس النوق نديمشي موقيس الفان، وزا وذازير رواثن الدولمان، تطاوي نطيز الطافي نامي الغمان، آري غتا سكر ثنزنتان، تايوري دي زرزر وقي جيمان، قالوا على مازيغية قمرة ومعاها نجوم، مضحكها تبروري بان، وشعرها مثيل حرير، لبستها حجلة الزنتان، عينيها مثيل جمال، مشيتها مشيت غزلان، في ثمازغ فنان تزيري ويذس إثران. يا هونيت
شزريني غماوة يا هنية شزريني غاية مقوايا هم ناس نون إيه نوليني واغسيني غماوة تنميرف. شكراً.